محوطات. ايش هذه تمثل؟ هذا كتابات منحوته وهذه كتابات مرسومه بالحبر في عند الاشجار وعند الكفوف. هذه منحوتات. نعم هذه منحوتات. هذه منحوته. هذه مرسومه بالحبر. مرسومه بالحبر بالحبر وهذا بالحبر في الكهوف. هذه آية الكرسي. نعم ما شاء الله. هذه آية الكرسي عندها كتابات ما قبل الإسلام وكتابات آيات كرسي. الآية الكرسي آية الكرسي هذه كتبت قبل النقاط على الحروف. ما شاء الله. يعني قبل 1300 سنة. موجودة هنا في ضفائر. موجودة كانت في بين سطح ومرباط. الآن أخذت إلى متحف اللبان. نعم. هذه الكتابات اللي يعني الكتابات المرسومة في الحبر في داخل الكهوف وأنا عملتها بالكمبيوتر توضيحها. أحيانا تجدها بدون رسومات هنا وأحيانا تجد الجمال عندها أو بعض الأحيان تجد قرود. هذا قرد وهذا بشر وهذا جمال. بعض الأحيان هذا كفوف. هذه أوعال طبعا مرسومة كذا. أحيانا بالنحت منحوت. وهذه تحت هذا المنحوتات. شوف ايه هذه ما شاء الله الصخرة. هذا صخرة منحوتة عليها كتابات. نعم صدقت. هنا نعم ايضا هذا